الله يرحمك وينعمك سي منصف خماخم، هذا الرجل بالحق اللي خدم السياسات بعيدا على البهرج بعيدا على الكراسي في كل المناصب عمره ما حسبها مع نادي رياضي صفاقس، كما جاء في تقرير الزميله النهله الجبالي مكرم اللقام. اكيد وجاعه كبيره للناس الكل بعد رحيل فقيد الرياضه التونسيه سي منصف خماخم. سي منصف الله يرحمه وراه مش ما ينفعش السياسات برك، ينفع جهته كامله، كان مدافع شرس على جهته وعلى فريقه. رجل كما قالتنا له صاحب نكته، كان ما يحسبهاش مع جمعيته، كان يدافع بكل ما عنده من قوه، ما يرضاش بالظلم. سي منصف وقتها برشا جمعيات تصفق للمنظومه، سي منصف قال لا، وصارت عليه برشا ضغوطات، لكن شد صحيح بعد شويه على السي اس اس، لكن قعد مواكب خاطر سي اس اس في دمه. الله يرحمه ربي يصبر عائلته. كنت ساعه ساعه نطلبه واني الله يرحمه، ديما يضحك، ديما مش عاجبه الوضع بتاع الكره، ومش عاجبه وضع كرته بصفه عامه، مش وضع سي اس اس برك. راجل فاضل الله يرحمه، وهذا ما فقدتوش سي منصف، ما فقدتوش سي اس اس برك، فقدت تونس كامله، خاطر مسؤول، لكن المسؤول الصادق. صادق كما قلت، ما يحسبهاش مع جمعيته، ما يحسبهاش مع جهته، الله يرحمه وربي يصبر عائلته. يا عم شنو تنجم تقول على المرحوم؟ بكل شيء والله بكل حسرة، انا واحد من الناس اللي تقابلت معنا وفاه سي المنصف، ربي يرحمه وينعمه ويصبر اهله وذويه. النجم نقول هو من الرؤساء النادرين اللي عنده الغرام يخدم سبور لسبور. انا كان دو تري باسيوني، مغروم بالفوتبول ومغروم معناها بالنادي رياضي صفاقسي، بحب النادي رياضي صفاقسي وخاصه كره القدم. كان انسان معناها ميثوديك، انا ما عندي ما حصلش صعب تعاملت معاه، ما يحسبني يحكيوا عليه على مستوى التنظيم، على مستوى معناها مجلس تكوين الشبان، على مستوى الرؤيه نتاعو معناها النصف بعيد المدى، نصف طويله المدى وبعيد المدى. النادي رياضي صفاقسي كان يخطط بالارقام ويحاول باش يعمل كل ما في وسعه باش يعمل ريستركتوراسيون تاع الكلوب، ويحب يوصل الى نتائج مرموقه بكل معناها جديه وبكل معناها يعني نقولوا احنا فما تخطيط، عنده فلسفه خاصه بطبيعه بالمزاج نتاعو الخاص بالطباعه نتاعو الخاصه. دونك هذه صفات ما هيش سهله باش تلقاها. زد على ذلك ما حسبش لا من ناحيه صحته، لا من ناحيه ماله، لا من ناحيه عائلته. نتصوروا انه الشخص هذا عمل تضحيات جسام لنادي رياضي صفاقسي، فهذه حاجات تحسب له، واللي يحسب له اكثر هو كونه كان يعني معارض للمنظومه، ونعرف نفس الشيء بطريقته الخاصه والقاه معناها في نفس الوقت معناها معارض على الطريقه اللي تعامل بها، لكن كان من الناس اللي ضد المنظومه. هذا ما يدل كان على نظافه الشخص، كان على حبه معناها للرياضه وغيرته معناها على الرياضه وغيرته على نادي الصفاقسي خاصه وعلى الجهه نتاعو. مره اخرى ربي يرحمه ويصبر اهله وذويه. بالفرنسوية كانت عنده ثلاثة حاجات نعرفه بالقدان، وعندي علاقة طيبة ياسر معاه، تحدثت برشا مرات معاه. كانت عنده ساعة اون إليغانس ناتشوريل، عنده إليغانس، الراجل إلي إليغان. كانت عنده لا باسيون كان يحكي عليها سي عمار، وكانت عنده حاجة كلمة مش نخلقها أنا بالفرنسوية، لا سفاكسيانيتي، في وقت معناتها اللي العديد من الشخصيات في صفاقس أداروا ظهرهم للنادي صفاقسي ولصفاقس، هو قعد وفي للنادي صفاقسي ولصفاقس، خاطر ثم صفاقسية جاوا يعيشوا هونية في تونس، واحد وكل أداروا ظهرهم معناتها للنادي صفاقسي. هو قعد غديكا، قعد مرابط في صفاقس، بحذا النادي صفاقسي وبحذا صفاقس، الله يرحمه وينعمك. سعد نجيت. والله انا نهارتي سمعت بكيت، يعني تربطني كانت علاقه معها، كنا ديما في محادثه مع بعضنا، بعد ساعات الله يرحمه شدني بالساعه بالتليفون، الله يرحمه ويصبر عائلته. سي منصف ما كانش يحسب، اعطاه برشا للسي اس اس من وقته ومن صحته، وخاصه من ماله. السيد هذا حط في السي اس اس 25 مليار من ماله الخاص، ويعرف اللي 25 مليار مش في شرجعوا له، عمره ما طلبهم. للاسف بعض الجماهير
وبعض المسؤولين وبعض حتى المسؤولين من السوسيوس عملوا لي ضغط باش يقدم استقالته. وقدمها وكانت حسره، وهذا كلام قالوا لي انا. كان عنده لوعه، لانه كما قالوا الخيان كان ديما يحب يوصل سياسيس ببالي كبير، وكان ديما عنده برنامج مخطط مدى طويل. نقول للناس هذوما، الناس هذوما اللي في وقت وقت نكروا سي منصف الله يرحمه، ان شاء الله اليوم يترحموا عليه، وان شاء الله هو يسامحهم، خاطر غلطوا في حقه. والرجل هذا معناها ما خدمش سياسيس فقط، خدم الكره التونسيه. اكيد سي منصف جماهير سياسيس اللي هي معناتها كبيره برشا، والناس اللي تحب السياسيس مش باش تنساه، وحتى واحنا حتى توانسه كنا معناها مش باش ننساو سي منصف، خاطر نعتبره رئيس من معناتها عنده قيمه كبيره برشا. يصالح. صاحبي الله يرحم سي المنصف، سي المنصف عدى اجمل ايام حياته وهو يخدم في الخفاء. ما كانوش يعرفوه الرياضيين تاع تونس، يعرفوه الصفاقسيه. احسن ايام عمره عداهم وهو يخدم في نادي الصفاقسي، وما يعرفوهش، يعرفوه كان صفاقسيه. وقعد يخدم، وبرشا كانت تحبوا نشوفوا ونبحثوا على الملاعبيه اللي طلعهم واللي كونهم واللي انتدبهم وسهر عليهم حتى لين وصلوا ولعبوا في نادي الصفاقسي كابر. برشا ملاعبيه. دونك كان مغروم اني تي تري باسيوني بالكره وبالسياسات، وخدم السياسات بنصيحه. كانش عنده غايه وراء خدمه السياسات، حتى جاء الوقت نضج فيه سي المنصف ولا مأهل باش يكون على راس هيئه النادي الرياضي الصفاقسي وتولى المسؤوليه. وكان متحمس برشا لدرجه كونه حتى صحته ما حافظش عليها كما يلزم، نسى صحته، نسى ماله، نسى عائلته. كان همه الوحيد ينجح في النادي الرياضي الصفاقسي ويرجع المجد نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. ما نجمش نحكي عليه اكثر من هكا صاحبي، على خاطر الصفاقسيه يعرفوه اكثر من الناس. كما قال سامي، اللي قعد في صفاقس، اللي قعد مرابط في صفاقس، قعد يخدم في صفاقس، وهو في صفاقس ما فماش مره سياسات استحقته وما لقاتش منصف خماخم. ما تلقاش حتى كان فماش واحد ما عندوش ناس ما يحبوهش. كي نقولوا احنا سي المنصف عنده الاغلبيه تحبه، فماش خاصة الرياضيين التوانسة، مش حبينا هذا الصفاقسي، الرياضيين التوانسة الناس الكل يقول لك نسمعوا كان الخير على سي منصف. كي تمشي لصفاقس يفرح بيك، كي تتصل بيه كيف كيف. بصراحة راجل رياضي كبير، خسرته كرة قدم تونسية، الله يرحمه وينعمه، إن لله وإنا إليه راجعون. تفضل أنيس كمل معك. إنا لله وإنا إليه راجعون. صاحبي نموت علينا حق، الله يرحمه وينعمه، الكل هذيك طريق الناس الكل. أكيد لوعة، أكيد فاجعة باش يحسها أي شخص عارفه من قريب أو من بعيد. أنا سي المنصف قابلته مرة بركة في حياتي، قابلته مرة وكان موقف بيني وبينه في ملعب بارد، وقت جاء مع نادي صفاقسي داخل من الفيستير للملعب، ومشيت نستقبل فيه ومش نفرح به. قال لي وين باش تقعدونا؟ قلت له سي المنصف هذايا الملعب الزراسك، المكان اللي تحبوا عليه مشيو اقعدوا فيه، والمكان اللي يبقى نقعدوا فيه نحن. علقني هذيك المرة الوحيدة يعني اللي قابلته فيها. ومن بعد كي مشينا لصفاقس لقينا الترحاب، معروف الشخصية بالترحاب هذايا، يعني شخص ظهر قيمة وقامة. فقدته صفاقس، فقدته الرياضة التونسية، فقدها الناس الكل، الله يرحمه وينعمه، وربي يصبر عائلته، وربي يصبر العائلة نتاع سي اس اس، ويصبرنا الكل كعائلة رياضية تونسية. المنصف مات، هذا صحيح. الموت حق على الجميع، ولا رد لقضاء الله. لكن الأكيد سي منصف باش يبقى اسمه حي، لأنه اللي أعطاه للنادي صفاقسي كما قال سعد مجيد نعم 25 مليار بالتمام والكمال، وعمره ما استنى واحد باش يرجع له ولو مليم. لكن اللي يوجع راهو سي منصف مات موجوع برشا، مات يتألم. نعم مات يتألم سي منصف، حكيت برشا مواضيع كم من مره. سي منصف مات وفي قلبه حسره من نكران الجميل. فما ناس صنعهم منصف خماخم، لاعبين، مسؤولين، احباء. منصف خماخم ما كانش يحسب، لكن وقت الرسميات فما ناس انقلبت على منصف خماخم لتنفيذ مخطط. منصف خماخم كانت عنده فلسفه خاصه، كان يحلم باش يهز سي اس اس الباليه. كان يقول لي وقت تذكر سي عبد المجيد وسي صالح والولاد الكل، رمضان اللي فات، ليه رمضان اللي قبله خرجت اشاعه وفاه منصف خماخم. وقتها هو في فرنسا، هزي التليفون كلمته، يا ربي تليفوني ينقص، يا ربي ان شاء الله يتكلم، ان شاء الله الخبر اللي خرج. كلمني سي منصف قال لي شنو ما تخافش، راه مازال عمري طويل، مازلت حي.
ما ننساهاش الكلمه ذيك. ربي يرحمك يا سي منصف. ونحب نقول في كلمه، منصف خماخم توفى وهو شهيد التسيير الرياضي في تونس. منصف خماخم قاوم المنظومه الفاسده. منصف خماخم تعاقب افي لانه قاوم المنظومه الفاسده، لانه قال لا للظلم لا للاستبداد. منصف خماخم برشا ناس مسحوا فيه ايديهم حتى سياسيا، لكن منصف خماخم بقى نظيف، بقى شامخ لانه ديه نظيفه، لانه منصف خماخم عمل الكوره بعيدا عن السياسه. وقت يحب يعمل السياسه ما يعملش كوره. منصف خماخم راجل فاضل، خسرته كره القدم التونسيه، خسروا نادي صفاقسي، لكن الثابت والاكيد اسمه باش يبقى محفور بماء الذهب في قلوب كل اوفياء النادي الرياضي صفاقسي طبعا، وليس الناكري الجميل. الله يرحمك وينعمك، شهيد التسيير الرياضي، شهيد كرة القدم التونسية، شهيد حبك الخرافي لمدرسة كبيرة اسمها النادي الرياضي الصفاقسي. الله يرحمك وينعمك سي منصف، وصبرا جميلا لعائلة المرحوم وفقيد الرياضة التونسية سي منصف خماخم،